الناس الكل، شكرا على المتابعة. اليوم باش نحكيو على كتاب الرئيس زين العابدين بن علي كما عرفته، خفايا اتصالات وحوارات ومواقف من إصدار ليدرز. طيب البكوش، كتابك هذا قمرت وشوف صار فيه كتابك، مرحبا بيك. أهلا وسهلا، مرحبا بيك. طيب البكوش، نذكروا أمين عام سابق الاتحاد العام التونسي للشغل، أمين عام اتحاد المغرب العربي، ووزير أسبق في العديد من المناصب. الكتاب سهل ومحليه وفيه تفاصيل مهمة جدا، فما برشا حاجات أنت أول مرة تحكيهم حول الاتصالات والخفايا والحوارات والمواقف مع الرئيس بن علي. من حيث الشكل حبيت نسألك، علاش اخترت الشكل هذايا طيب البكوش، أنه يكونوا فقرات حول مواقف معينة واضحة؟ هل حبيت أنك تحكي أكثر ما يمكن من المواقف، وإلا فما حاجات ما همش نسيسيغمون مربوطين ببعضهم، فما حاجات مربوطين ببعضهم؟ السبب فيه هو أنه اعتمادي على كل شيء في هذا مش على ذكرتي، اعتمادي على الأجندة الأسبوعي بتاعي. داكور. كل مقابلة قبل ما نرقد في الليل نسجل شنو قال ليش قلت له، كما عملت مع بورقيبة نفس الشيء. نفس الكتاب تقريبا، نفس الفوق. تلقى حوار، ولكن الحوار عنده خلفيات. يعني شنية الأحداث السياسية الاجتماعية الثقافية وغيرها. أنا هيك علاش متنوع. به يوم 7 من نوفمبر 1987، لو كان تسمح باش نقرا بعض الجمل من كتابك. يوم 7 من نوفمبر 1987، عندما أطاح الجنرال بن علي بالرئيس الحبيب بورقيبة في 7 نوفمبر 1987 وألقى بيانه الأول، تقبلت الحدث بمشاعر مختلفة. فمن جهة أسفت كثيرا لكون الرئيس بورقيبة لم يغادر السلطة بمحض إرادته في الوقت المناسب قبل أن يستفحل به المرض وأن تسوء بطانته بعد أن نزع عن نفسه جميع الدروع الواقية، ومن جهة أخرى ارتحت إلى أن انتقال السلطة تم دون إراقة دماء وبصفة سلسة. في أغلب المواقع في الكتاب طيب البكوش، من القوكش توصف برشا في المشاعر متاعك وكيفية تقبلك الأحداث. لهنا بالحق تحدثت بطريقة مباشرة. لو كان نرجعك للنهار هذاك ومنه بعد باش ننطلقوا في بقية التفاصيل في الكتاب، النهار هذاك كيفاش عشتوا يوم تولى بن علي الحكم؟ أنا فك الوقت ذاك بالضبط قبل ما ناخذ رئاسة المعهد العربي لحقوق الإنسان، كنت رئيس الهيئة العلمية بعام. العام اللي بعده خذيت الرئاسة تاع المعهد على المرحوم حسي بن عمار، أما كنت رئيس الهيئة العلمية، ولهذا كنت أغلب وقتي إذا مش في الجامعة في المعهد العربي لحقوق الإنسان. وقت هنا في المعهد العربي لحقوق الإنسان وقت اللي جاء الخبر، أما الحقيقة كنت متوقع. لأنه علاش متوقع؟ أولا شفت أنه بورقيبة معناها حقيقة، يعني شنو تعين وزير اليوم بعد نهارين تقول شكون عينه ولا تنحيه، معناها ما عادش دولة. كنت متوقع شيء مش يقع. الشيء هذا جاء بطبيعته. وقت اللي عينه وزير أول، الدستور ينص أنه في حالة مرض أو عجز أو وفاة الوزير الأول ولا يخلف. فوقت اللي عينه وزير أول شو مازال سهل ياسر باش يعملوا شهادة طبية. وهذا اللي وقع. دايخ الفصل الأول من كتابك تقول معنونه كاريمون حكم زين العابدين بن علي قبل الرئاسة. أنت معناها حكيت عنه كان يحكم قبل ما يولي رئيس لو بن علي في تونس. قبل ما يولي رئيس. أما يحكم في حدود. في حدود. قبل ما نجيو لنهاية العشرية اللي باش نحكيو عليها، الثورة والتواريخ اللي انت ذكرتهم، رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول 17 ديسمبر هو عيد الثورة، انت حكيت على العديد من التواريخ. طيب بكوش، مش نطلب منك تختار نهار بعد نهار منهم تقولنا هذاك هو بالنسبة لك انطلاق نهاية العشرية. كتاب بشارك الحين ربي الثالث بقى على العشرية، لأن وصلت ل 2010. باش تعمل لنا خفي اتصالات مع قيس سعيد؟ لا اولا ثورة بيدها، لا ما عادش خاف مع شخص. ثورة واش تحملت وزارة التربية اللي أنا عمره اللي قبلت وزارة؟ اش عملت فيها؟ بعتالي علاش دخلت في حزب وعمره اللي دخلت الحزب وقت اللي جاني الباجي قاد السبسي لداري باش يقول لي نعملوا حزب، وعلاش رفضت وعلاش بعد قبلت؟ هذا بكله
ماهوش معروف. باهي. وبعتالي في النداء هذا شنو اللي تم؟ باش تقولنا على كل شيء معناها في الكتب الجاي. ثم خفايا عديده. باهي سيدي نستنى. دونك هذه اللي قلتوا لي هذا. خليوها. خليوها وقتها. مازال كل حاجه في وقتها. باهي ما يسالش انا ناخذ بالخاطر، انا ما نجمش قدام الكتب راني ما نجم نقول حتى شيء، نستنى ونشجع باش الناس الكل باش تقرا الكتب القايمه. نشكر برشا ليدرز دايوغ سي طيب خاطر ديما يمدونا بالكتب الجديده اللي من اصداراتهم. باهي نهايه العشريه، انا موضوع نهايه العشريه هذايا اللي انت تقول انها السنوات الاخيره ما بين 2005 و2010. بالنسبة لي كذية بدأت الأمور تدردر. طيب الباكوش دايوغ 2005 تقول أنه الجزيرة دخلت على الخط في الموضوع، والمشكلة اللي كانت نتاع المعهد العربي وقتها فما مشكلة نتاع فلوس، قالوا لك جيب الفلوس من برا، قلت لهم ما نجمش، قالوا قبل كل شيء جمد لي الأموال بصفة غير قانونية. فوالا ومن بعد عيطوا لك، صارت برشا مشاكل في علاقة بالمعهد العربي ذكرتهم في الكتاب. في الأول هو كان يستدعاني في الحقيقة، يحب ياخو رايا مش لا باش يفهم انا كيفاش فكر، يعرف هو ولكن يحب، وفي نفس الوقت يحب يدخلني للحكومة. عاودها لي قداش مرة وبعث لي مراسيل وكذا، في الاخر بكل قلت له انا نحب روحي حر، اما وقت اللي تحتاج لي نصيحة ولا الرأي في اي موضوع انا على ذمتك ناديلي. ولا بعد ايس مني بدا بشوي بشوي يطلب مني حوايج الا ما نجمش نقبلها. ذكرت حاجتي فيها، حكايه الانتخابات، مراقبه الانتخابات، وحكايه تنحيه حد في مجلس الاداره. زوز حوايج اللي رفضتهم وبينت له علاش. وقت كيما قلت لك الامور ما عادش ما عادش فما هكا شبهه التواصل او نسبه التواصل الصغيره تواصل. جدا بينك وبين بن علي ما عادش الا في المناسبات. قلت لي استدعوني مع الناس الكل 10 ديسمبر اللي هي الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولا حاجه من النوع، يعني هذيك تقريبا مناسبات قليله جدا. نهار 14 جانفي اللي فات سي طيب الباكوش خرجت تسجيلات من عند البي بي سي، ما نعرفش كان سمعتهم ولا لا. قيل انه مش قيل، احنا قلنا زيدا اول مره نسمعوا صوت بن علي حسب التسجيلات يقولوا انها اوثنتيك. بي بي سي ثبتوا، عديناهم سمعناهم، سمعنا بن علي يتحدث مع العديد من الشخصيات وقتها في نهار 13 14 و15. نحب نسمع كيكسخي هذايا، اخترنا الكسخي اللي كان حديث مع كمال الطيف رجل الاعمال، لانه قيل اللي الوحيد تقريبا كمال الطيف اللي قال اي صحيح صارت المكالمه، دونك حبينا نسمعه ونرجع معك. الو كمال الميثاق هي وزير الدفاع. هاي الامور مبسوطه مبسوطه. لا 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 فما لا فما برشا ديراباج، وفما الجيش مش كافي، الجيش مش كافي يلزم. يلزم يا جمال. شو قلت صاحبي نرجع توا ولا لا؟ صاحبي نرجع توا ولا لا؟ خاطر انا كنت راجع يا كمال. الو قلت لك انا كنت راجع، تنصحني نرجع ولا لا؟ لا الامور مش باهية يا برايا، الامور مش باهية. عجيب. الامور مش باهية. انا ما نرجعش توا يعني. مقتطفات من تسجيلات البي بي سي سي طيب الباكوش، انت كي تسمع هكا تعقل بن علي اللي تعرفه ولا لا؟ لانه قيل الكثير في هذه التسجيلات. السيد الله يرحمه هو الرئيس بن علي، ولكن انت في كتابك تحكي عليه من احداث الحوض المنجمي 2008، السيد اللي عنده الماكينه اللي عملت القمع والتضييقات والوضع بقي متازم من 2008 ل 2010، هل هذا هو الرجل المرتبك معناه اللي نسمع فيه نرجع ليه يشاور في العباد؟ ما عادش اي لا لا هو انا عندي معطيات تاع انه ماهوش الرجل الشجاع بل خواف، ولا يبدا خواف يبدا شديد في القمع، يغطي خوفه بالضرب. اما الانسان القوي ما يحتاجش ياسر الضرب، يستعمل الاقناع، يضرب عند الاقتداء معناه عند الضروره. هو ماهوش تظن انت الرجل القوي معناها الرجل الشجاع، ما كانش شجاع راهو. عندي برشا مؤشرات، مش هذا
ما حبيتش نذكرهم برشا لأن كما حوايج فما حوايج شنو كيما شنو كي مثلا وقت القنبلوا على حمام الشط وكذا هو مدير عام أمن وقتها كما حوايج حكاهم لي الوالي اللي تدل على الخوف معناه في المواقف اتخاذ المواقف في رد الفعل الحينية إلى غير ذلك صوته هذايا سي طيب يشبه أواك لكن ثم ناس يقدوا تقليد الصوت راهو أما أنا ما استبعدش أنه سمعت وقتها سمعت أنه استدعى ولا كلم بعد ما كان بيناتهم قطيعة بتأثير ليلى لأنه هو كان ضد زواجه من ليلى دونك ولات قطيعة وقلقوه فأنه ما استغربش كيف يسترجع حد اللي كان عنده من أقرب الناس ليه كان وكان يجيب له في هو اللي يختار له الوزراء والولاة والمعتمدين ويجيب كمال طيف أي قبل ما تصير القطيعة أي كان ينسع خاطر هو ما يعرفش الناس مليح مليح فهمت دونك كان يعتمد عليه حكيت على الموضوع هذايا دايوغ سي طيب الباكوش في كتابك أحداث الحوض المنجمي بولاية قفصة سنة 2008 كانت مؤشرا على تأزم الأوضاع الاجتماعية والسياسية وترهل نظام الحكم فقد أصبح الرئيس بن علي يتغاضى عن تجاوزات أقربائه وأصهاره وزوجته ليلى هذا ذكرته في كتابك حكيت أنتختان أنا لهنا راني في الصفحة 260 على خاطر في الأثناء صار حديث كبير في علاقة بالحريات بدور الاتحاد بشخصيات اليوم راوهم على الساحة السياسية انت حكيت عليهم من منظور وقتها كانوا في نضال حقوقي لو كان محظور انت كنت موافق عليه ولا لا ولكن ذكرته مثلا كما نحكيه على المنصف المرزوقي المنصف المرزوقي اللي قلت انه يجي بحذاك وتحكيه وتتحثوا في الموضوع وكل كان كنا مع بعضنا في الرابطة تعقلوا اليوم المنصف المرزوقي سياسيا نضاليا حقوقيا تعقلوا لا سياسيا لا وما هوش بتاع سياسة زب استعمل الحقوق وحقوق الإنسان وكذا كمصعد للسياسة طموحاته السياسية فقط إذا قبل ولا تو وقت اللي كان رئيس جمهورية ولا حاليا وهو لا لا لا. تعرف المشاكل اللي صايرة عنده أحكام ضده اليوم منصف المرزوقي هو في فرنسا شعنا هو تو مش أنا مش نزيد نغرق ولا اللي مش تغرق ورايك فيه كتعرفه خاطرك بالقديس الطيب أنا نعتبره غلطة تاريخيا ولا رئيس جمهورية منصف المرزوقي والنهضة قصدت هذا وقت اللي حطته علاش شنو قصدت الإساءة لشخصه لنضالاته ولا الإساءة للبلاد يعطي صورة سيئة على منصب رئيس الجمهورية وقت التحمس في قطع العلاقات مع سوريا هي مغالطة السفير ما كانش موجود جملة وش معناه قطع علاقات جيت نشوف بعتري نلقى شطر الدول العربية بالضبط عندهم سفراء وقناصل فيه وهو بيدعيوا أنهم قاطعين سوريا قال شكون يدجلوا وإحنا ننساقون اليوم تزعمين بقاطعة هكا لفايت شكون لفايت تنظيم الإخوان تاع سوريا هون شفنا المخلفات بتاعها سقطوش النظام ما سقطوش أما خربوا البلاد بيه رضوين المصمودي رضوين المصمودي كان ينشط في تونس في مجال حقوق الإنسان حسب الكتاب أنا لا هو أنا ما كنتش نعرفه بكل أي اتصل بي في المعهد العربي وقال لي نحب أنا عندي جمعية في أمريكا وتتعلم ويحب ينشط في مجال الإسلام والديمقراطية أما ما كنتش نعرف كونه شنية علاقاته مع تنظيم الإخوان إلى أن جاءك محمد مويعدة يوما ما حاملا لرسالة شفوية من السلطة صحيح من بن علي قال راهو هذا يجي عامل روحه يعمل في نشاط ثقافي ويتغطى بيك وراهو في الحقيقة يعمل في عمل سري يجي باش يتصل بقيادات في الحزب المحظور النهضة شو كان موقفك وقتها ستايب باكوش؟ وفا ما عادش نعمل معاه نشاط لأنه نعتبر غلطني وقت اللي استعملني غطاء لنشاط سري
حوارات وحديث كان حول القضايا الحقوقية وأزمة الاتحاد في وقت من الأوقات. ريناك لتيموانياج متاعك ستايب البكوش في الكتاب الرئيس الحبيب بورقيبة كما عرفته، الرئيس بن علي كما عرفته، الحديث مع شكون كان أصعب في المجالات الحقوقية النقبية؟ لا، في الحديث مع بورقيبة كان أصعب. علاش؟ مع بن علي يعني كان يأيدني في التحليل، قابعتين اللي يعملوا حاجة أخرى ذيك حاجة أخرى، أما بورقيبة لا، بورقيبة مجابهة ويتغشش وكذا، ولكن يعني بعتالي استنس بيه هو كما قال لي هو نهار، قال لي والله بديت نستنس بيك. مش معرفة شو ولي أيدك وعليك بدي يستنس بيك. لأنه بكل لطف وبكل لياقة وبكل احترام نجي ضد موقفه. فهمت؟ وهو قاعد يجرب فيه، وانا قاعد نحب نفهم نفسيته اكثر زادا. ما دامنا نحكيو على النفسيات نتاع الرؤساء اللي انت عرفتهم وحكيت معاهم، انت ما جيتش بحذانا ضيف ست طيب منذ 25 جويليا، انا نحب نحكي معك شويه على اللي صار في 25 جويليا، على 25 جويليا هذا برشا حوايج وقعوا في بتاريخ 25 جويلية. ليه هاني جايتك على تفعيل الفصل 80 والتدابير بالعمارة والتدابير الاستثنائية والخطابات المتكررة الرئيس قيس سعيد، كيفاش تنجم تراها المرحلة هذه؟ شوف هذه تونتي جبتني في احنا نحكيه على فترة بن علي وفترة بورقيبة اللي انا كتبت عليهم. اما هذه مازلت ما كتبتش عليها، خليه يجي وقته. لعدم التاريخ لا يمكن أن يكون منفصل، لأن نحب تواصل الفكرة، الفكرة قراءة، قراءة صغيرة. لا ما يجيش، ما يجيش، لا وما يجيش، لا حبش تجاوبني. لا مش أقول لك علاش ما يجيش، لأنه توا عندي واجب تحفظ كأمين عام اتحاد المغرب العربي. واضح ما نصدرش أحكام على سياسات الدول، أما نحاول باش سرا نحاول باش نوفق فيش بين الدول في الخلافات تاعها، هكا هوني مفضوحه الخلافات، نقوم بمساعي لكن ديسكريتمون. والمساعي اخر وقت المساعي نتاعك توا سافا معناها؟ لا لا لا، علاش؟ ثم تصلب من بعض الاطراف، بعض الاطراف الداخليه والخارجيه، والا ما يستجيبش. مثلا حبيت تونس تقوم دور حكم و وسيط بين الدولتين الكبريين ويوفق بيناتهم وكذا، دخلت في الاتجاه هذا لم أجد صدى لما طلبت بين الجزائر والمغرب من تونس، من تونس باش يكونوا بين يقوموا بدور بين تونس، تقوم بدور دبلوماسية تونسية تقوم بدور في هذا، لأن يعني رأى أن تونس هي اللي تنجم تقوم بهذا، مؤهلة لهذا. ما لقيتش تجاوب؟ ما لقيتش تجاوب بدعوة بلكش احنا لو كنا نشوفوا بدون دعوة، بدون حتى شيء ما يجاوبكش. وكنت اعتقدت يا باكوش انه تونس كانت نجم تكون عندها دور في كل ما يحصل حاليا على المستوى، نجم بدبلوماسية نشيطة ذكية تحافظ على الموروث الجيد متاع الدبلوماسية التونسية، تاخذ منه ايجابياته، تنجم تقوم بدور، تنجح ما تنجحش اما تجتهد اجتهاد حتى كي ما يصيبش عندك اجر، اما تعمل تعمل على اساس انه ما لزمش لغول باسيف. هذاك اللي انت بالنسبه لك ما تحبوش، انت من قبل حتى في رؤيتك سي طيب باكوش في الخارجيه، هذه لا باسيفيتي دون لا ديبلوماسي، ديما في الحوارات ما تحبش تقول احنا نعملوا اللي علينا. فوالا هذا هو، نعملوا علينا فيما يتعلق مثلا بكشفت في سوريا، كيف سالتوني انتم الصحفيين في كونفرنس دو بريس، نسيت شكون توا احلامه هيك انت وش؟ اي هيك، وكان كان السفير سوريا يجي شنو موقف، قلت لهم مرحبا بيه، مشاو جماعه اخرين اللي فتنوا، مشاو الباجي قاد سبسي، قالوا له هو خلاف بينك وبين وزير الخارجيه، هو قال كذا، هو جاوب جواب لا يقرا لا يكتب، قال لهم هو قال هيك ما نظنش. اي وقتها احنا في الاعلام قعدنا ثلاثة ايام نحلوا في حكايه ما نظنش وش يقصدك ولا غلب به. طيب الباكوش باش نختموا في علاقه بالكتاب هذايا، قلت فما اون سيري باش تصير من بعد، باش تحكي لنا على التجربه ما بعد العشريه، بديت لنا وقتها تولي عندي اكثر اريحيه، لاني مش نكون سلمت انهيت مهمتي في الاتحاد.
اي في اتحاد في الاتحاد الاتحاد المغرب العربي دايوغ دوب ما يمشي ترفع ليك واجب التحفظ نوعد المستمعين انه باش يكون ضيفنا مره اخرى طيب الباكوش بدون واجب التحفظ باش ما تقوليش 25 جويليا في الدنيا راه صار فيه برشا حاجات نعرف طيب مش مشكله يوم 7 من نوفمبر 87 قلت الأحاسيس كانت مختلطة من شيرة فرحان أنه الرئيس بورقيبة مشي بدون إراقة دماء لكن في نفس الوقت متقلق خاطر حبيت الأمور ما تكونش بالطريقة ذي أنه يقع استبعاده وكذلك ما كنتش مستحسن أنه يتحط في دار الوالي كانوا في السجن إقامة جبرية بل في بقعة على الأقل تكون لايقة أكثر بقدره بتاريخه وهي البقعة اللي يحبها هي شط سقنص. وعلاش ما قلتش لبن علي في الأثناس الطيب باكوش ما أنك كنت كونتاكت معه لي ما قلتلوش أنه الحبيب بورقيبة ما كانوا مش غادي ما يحبش يكون غادي لماذا وقع كالإقامة هذيك الجبرية اللي تحكي عليها برشا قلتلو حكيت معه لا ما حكيناش في هذا لا يلام على الكثير من الناس وقتها يقولوا علاش ما حكيتوش على الموضوع ما كانش يقبل بن علي الحديث في موضوع بورقيبة لا ما تولي موقف عدائي يعتبر هذا عدائي بيسير إذا كان أولاً ما ندخلش أنا في سياسة الدولة تتعلق هذه ب هو يقول لك أنا عامل له قدره وجايب له الطبة وجايب له كذا وجايب له كذا وبعتالي يخرجوا باش يصوت له مش مازال مش تقول له بالحق معني أنت ترى أنه يمكن ومش دولي زاد لو بخون كونتر لوي كما نقول يعتبرها حاجة ضده العشرية الأخيرة هل شفت المؤشرات متاحة طيب الباكوش كما أشرت في كتابك في العديد من المرات بالدرجة كان اللخص تقول راف الدنيا تغلي راف هكا الأمور بديت تتحرك كنت من الناس اللي ريت أنه فما حاجة باش تصير فما حاجة باش تتغير بن علي في آخر العشرية أي في آخر العشرية لأنه في آخر العشرية عندي معطيات تأكد لي أنه دا هو يجبد روحه شوية من تسير الشؤون تخلى حتى مرته ترأس في مؤتمرات في اجتماعات وهو قاعد كانوا متفرش معناها ثم تغييرات وقل لك ولا لهي بالوليد أكثر معناها ما عادش شؤون الدولة ياسر ولو دخلوا فيها العائلات منا ومنا يعني ثم تغير هذاك اللي خلى انه تتسارع الامور في اي تتسارع وجات الثوره واضح الثوره اللي من بعد في كتابك الجاي باش تحكي لنا على رؤيتك لها وكيفاش وخفايا واتصالاتك مع روحك مع الثوره طيب ماكوش ما عادش مع لا معك لا مع عباد اخرين عندي هناك تصريحات عديده باجي قايد سبسي الحياه السياسيه وبرشا فعاليات مع فؤاد البزع مع محمد غنوشي ميرسي بوكو شكرا لك طيب الباكوش يعطيك الصحة هذا هو الكتاب يا جماعة هذيك بون روز هذيك تبعني أنا تراوهوش نقمر مقباج متاعي كتاب فيه شهادات جميلة جدا شكرا إديشون ليدر سي طيب ميرسي بوكو يعيشك يعطيك الصحة أتري بيانتو طيب الباكوش كان ضيفنا يلا فاصل صغير نرجع معكم في تعويض زينب المالكي في مع الناس